نعم شكرا. هذه هي القمة الرابعة لدول عربية مع دول أمريكا الجنوبية على مستوى القمة، انعقدت في الرياض اليومين الماضيين، وكانت قمة ناجحة بكل معنى الكلمة. كان الإعلان الرياض مثل ما طلعت عليه إعلان شامل لكل القضايا اللي تمر فيها الأمة العربية، وكذلك فيما يتعلق بالأصدقاء في أمريكا الجنوبية. احنا في هذا الإعلان يعني عالجنا في كل القضايا اللي تهمنا في على رأسها قضية فلسطينية وهي قضية العرب المركزية، وكذلك المناطق الساخنة مثل اليمن وليبيا وسوريا والعراق، وأيضا موضوعة الإرهاب. وهناك أيضا كان على هامش هذا المؤتمر هناك منتدى رجال الأعمال العرب والأمريكا الجنوبية، ناقشت فيه قضايا اقتصادية وتجارية وصدرت عنا توصيات. وبالتالي يمكن القول أنه هذا المؤتمر كان مؤتمر ناجح، ولم تحصل حتى أي تحفظ على أي فقرة من أي جانب، سواء كان من الجانب العربي أو جانب أمريكا الجنوبية، بعكس ما صدر في المؤتمرات القمة الثلاثة الماضية. كانت هاي بجهود طبعا الجامعة العربية حضرتك بعكس ايه سيد سفير؟ يعني نعم. يمكن الجزئية دي أكد عليها السيد عادل الجبير، في تحفظات مثلا على جزر الإماراتية، في تحفظات على القضايا أخرى، يعني في بعض الفقرات في مواقف سياسية تعرف أنه دول أمريكا الجنوبية لها سياستها الخاصة، لها علاقات مع دول أيضا إحنا في بعض الخلاف معها، فكانوا هم يتحفظون يعني في بشأنه. وبالتالي احنا في هذا المؤتمر في هذه المرة لم يتحفظوا على هذه لا أبدا، لا يوجد أي تحفظ، وصدر الإعلان الرياض نظيف جدا. تضمن الحديث عن الجزر الإماراتية؟ تضمن بالطبع، وهي جزر على بناء على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة، في أنه يحال هذا الموضوع إلى وضع حل سلمي، سواء عن طريق المفاوضات المباشرة ما بين إيران والإمارات، أو سواء إحالته إلى محكمة العدل الدولية وحصلت على التوافق ولم يعترض عليها أحد. وهكذا بالنسبة للقضايا الأخرى اللي تخص اليمن، اللي تخص سوريا، كان هناك طبعا هناك بعض الخلافات اللي حتى احنا أزلنا التحفظات في من شأن موضوع الموقف من سوريا، الموقف من اليمن، الموقف من الأمور الأخرى، وكلها الحمد لله تم الاتفاق عليها ما بين الجانبين، ويكون إن شاء الله المؤتمر القادم حسب ما تم الاتفاق عليه في فنزويلا عام 2018. وتوفقنا احنا، والشكر طبعا موصول الى حكومة المملكة العربية السعودية التي امنت كل التسهيلات، واحنا كان هناك تعاون مثمر ومشترك ما بين جامعة الدول العربية وما بين وفد المملكة العربية السعودية للتوصل الى هذا الصيغة النهائية للإعلان. طيب هل حضرتك هذا التوافق الذي تم وتحديدا بخصوص الجزر الاماراتيه فسر الكلام اللي كان تحدث فيه وزير خارجيه السعوديه ووزير خارجيه البحرين في اجتماعات وزراء الخارجيه حوالين ان هذا الاجتماع سيضيق الخناق على التدخلات الايرانيه في المنطقه العربيه؟ احنا لم تصدر في هذا البيان يعني تسميه، ولكن هناك اشارات في اكثر من مكان الى يعني عدم قبول اي تدخل في الشان الداخلي للدول العربيه من اي جهه كانت، خصوصا منطقة الخليج العربي. وبالتالي يعني المقصود هو واضح، ولكن من دون تسميته حتى يكون يمر هذا الإعلان بدون تحفظ من قبل أي دولة في دول أمريكا الجنوبية. سعد سفير استجد في هذه القمة مسألة قضية الإرهاب اللي أصبحت شيء ملح في هذه الفترة، كيف ترى التعاون في هذا المجال وكيف بلور إعلان الرياض هذا الأمر؟ الإعلان واضح في إدانة الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه، ومحاربة الإرهاب ليس فقط من الناحية الأمنية، إنما أيضا من النواحي الثقافية والإعلامية والدينية، وهي شيء يمكن أنه يعزز الإرهاب أو يكون إلى مورد، سواء كان مالي أو ثقافي أو سياسي. وكان بالتالي فقرة الإرهاب فقرة واضحة ومطولة لغرض مكافحة الإرهاب أينما كان، وخاصة في المنطقة العربية وبالأخص داعش.
التعاون بين المنطقه العربيه ودول امريكا اللاتينيه يعني في جزء كبير منه اقتصاد. كيف نجحت هذه القمه في برواره هذا الجانب ودفعه للامام؟ من جزء انه قلت لك انه في منتدى رجال الاعمال تم مناقشه القضايا اللي تخص الاستثمار وتنميه الاستثمار. كذلك هناك موضوع تجنب الازدواج الضريبي، يجب ان يكون هناك اتفاقات تعقد ما بين الطرفين سواء على الشكل الثنائي او الجماعي. هذه ستناقش ان شاء الله في مؤتمر وزراء الاقتصاد سيعقد في العام القادم باكثر شموليه، بس هو اللي يعني مرينا عليه مرورا وهو انه يسعى الطرفان الى ابرام هكذا اتفاقيات لتحرير التجاره وضمان الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي. الامين العام المساعد لجمهوريه الدول العربيه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.